البيشمركة الزكية الطاهرة التي سالت على أرض كركوك ستظل ماثلة في ضمائر ووجدان الكركوكيين أبد الدهر. المواطنون طالبوا الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يروج إشاعات مغرضة تهدف للنيل من عزيمة أبناء كركوك وزعزعة الجبهة الداخلية. يشار خالد والتفاصيل. أشاد مواطنون وإعلاميون بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات البيشمركة البطلة وتصديها البطولي للإرهابيين خلال الملاحمة التي سطرتها يوم أمس في الدفاع عن كركوك وأهلها بدماء شهدائها الأبطال، مطالبين الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يسعى لزعزعة الوضع في كركوك من خلال إطلاق وترويج الإشاعات المغرضة العارية عن الصحة. نحن لحمة واحدة، لا فرق بين كردي وعربي. البيشمركة رجال نجباء كرماء شجعان، أسأل الله أن يحميهم ويسدد خطاهم ويحرسهم من شر الأشرار بجاه سيدنا محمد، وأؤكد أن البيشمركة والقوات الأمنية هم درع حصين لكركوك ولأهل كركوك. طبعا بالتأكيد بالأمس أثبتت الشرطة المحلية قوات الأسايش كل العاملين مواطنو كركوك بالأمس بأنهم يد واحدة وبأنهم كلهم متحدين ضد الإرهاب، لكن ما نطالبه اليوم من الأجهزة الاستخباراتية أيضا تكثيف جهودها، وذلك من أجل يعني الكشف عن جميع الخلايا النائمة. هناك مسألة مهمة إلى من يثير الإشاعات، هناك من يعمل إثارة الإشاعات لتخويف يعني مواطني كركوك ومن ثم التأثير بشكل سلبي على هذه المدينة. أيضا يجب على الجهات المختصة المعنية محاسبة هذه الجهات. نشكر البيشمركة على جهودهم اللي قدموها وساندوا أهل كركوك جميعا، ونشكرهم ثانيا لأنهم هم القوات الوحيدة اللي بقوا وساندونا وقدمونا الدعم والحماية، نشكرهم على كل شيء. داعش هم ليسوا مسلمين، بل هم من المرتزقة ومن الكفرة الذين يدعون الإسلام، والله إنهم ليسوا بإسلام بل هم أشد ضرا للإسلام. ونبارك لهذه الجماهير وقوفهم جنبا إلى جنب لمحاربة داعش. نشكر المحافظة والأستاذ المحافظ الشيء اللي قدموه لنا داخل المحافظة، وهذا واحنا كمكون عربي ندين هاي الهجمات البربرية التكفيرية اللي قامت على هاي المحافظة الآمنة. احنا طبعا نشكر الجهات المعنية وخصوصا البيشمركة بجهودهم الخيرة بطردهم داعش الإرهابية من محافظتنا العزيزة الكريمة محافظة كركوك، ونشكر الجهود القيمة التي بذلها البيشمركة الأبطال. وإحنا كلنا إن شاء الله ما نقصر إذا استوجب الأمر نشيل الأسلحة وندافع عن بلدنا عن مدينتنا الحرة الأبية إن شاء الله كركوك. ونشكر سيد المحافظ على إنجازاته الرائعة لهذه المحافظة. فضل القوات البيشمركة وسيد المحافظ وتعاون الناس الشرفاء، يعني سيطروا على الأمن والحمد لله هسه الوضع صار طبيعي داخل كركوك. أكرر يعني شكري لقوات البيشمركة والسيد المحافظ بهذا الموضوع، لأنه ما هذا الموضوع ما أثر على الوضع، لأنه أغلب كركوك نازحين وكاد تركمان عرب بكافة الطوائف. الوضع اللي صار ما أثر على يعني على الوضع الحالي اللي بكركوك، الحمد لله واحنا نشكرهم شكر جزيل. كأهل كركوك نشكر أولا قوات البيشمركة والآسايش والقوات الأمنية بداخل كركوك، بس أني أتمنى وعندي طلب من أهل كركوك بأن يتعاونون مع أهالي مع القوات الأمنية، كافة الأهالي كركوك الأكراد والتركمان والعرب كلهم يتعاونون مع القوات الأمنية إذا شافوا أحد مشبوه أو شيء سيارة شيء، لأن هذا بلدنا. بالنسبة للحياة الطبيعية اليوم عادية بكركوك، وبجهود القوات الأمنية الموجودة هنا البيشمركة وهنا نشوفهم دا يساعدون المواطنين وصدوا الهجوم، وكل شيء يعني ماكو هنا بكركوك هسه حياة طبيعية كل شيء ماكو الحمد لله. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك ثمن بطولات وتضحيات قوات البيشمركة والأسايش في الذود عن حياض كركوك، داعيا المواطنين إلى التكاتف مع الأجهزة الأمنية لتفويت الفرصة على المغرضين الذين يروجون الإشاعات المغرضة التي تريد النيل من عزيمة أبناء كركوك.
هنالك تعاون جيد بين مواطنين كركوك والأجهزة الأمنية في محافظة كركوك وبالأخص داخل مدينة كركوك. طبعا نحن نشكر المواطنين على ما أبدوه من المعلومات إلى أجهزتنا الأمنية وكذلك تعاونهم المستمر مع قوات الأمنية في جميع محلات كركوك، وكذلك نطلب منهم إيصال معلومات بصورة سريعة إلى الأجهزة الأمنية القريبة منهم، سواء كان المخافر الشرطة أو مراكز الأسايش وكذلك القوات أمنية أخرى، لكي يصل هذه المعلومات إلى أجهزة الأمنية ويقوم الدوريات الأمنية بمعالجة الموقف، وكذلك إذا رأوا أي شيء مشكوك فيه أو متهم أو أي شيء غير مرغوب إيصال المعلومة بسرعة ممكنة إلى هذه الأجهزة لكي يقوموا بمعالجتها وكذلك إحالتها للقضاء، لأن الأجهزة الأمنية واللجنة الأمنية العليا في كركوك مصممة على إنزال أشد العقوبات بالمروجي الإشاعات ضد أهالي كركوك. بطولات وتضحيات البيشمركة في الدفاع عن كركوك وأهلها والدماء الزكية الطاهرة لشهداء البيشمركة التي سالت على أرض كركوك ستظل أبد الدهر ماثلة في ضمائر ووجدان الكركوكيين. يشار خالد، فضائية كركوك. ثمن مواطنون من جلولة والسعدية الجهود الكبيرة لقوات البيشمركة في تحرير مناطقهم.